السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في وصفة جديدة من وصفات شهيوة أم يوسف. اليوم إن شاء الله غادي نقدموا هذا الكلاص الرائع اللي هو كلاص طبيعي ما فيهش قشدة، واللي كنحتاجوا له غير هذه الفواكه. هذه عندي هنا 250 غرام ديال المونك كونجلي يعني مجمد، وعندي هنا 250 غرام ديال الفراولة أو الفريز مجمد، وعندي هنا الحليب المركز. إذن هادو هما المكونات اللي غادي نخدمو بهم. كما كتشوفو هما كمية مكونات بسيطة جدا اللي غادي نحتاجو ليهم. وناخدو الخلاط الكهربائي. هاد الكلاص كيتوجد بسرعة وفي نفس الوقت صحي بالنسبة للناس اللي كيتابعو واحد الحمية هادي وما تياكلوش الكريمة. إذن غادي ناخدو المونك وتنضيفوا له تقريبا واحد 3 ديال المعالق ديال الحليب المركز حسب الكميه ديال الحلاوه اللي بغيتو. تنحصلوا على هذا الخليط هذا. وواحد نعطيكم واحد النصيحه، هو ملي تبغيو تطحنوا هذا المونغ اللي هو ديجا كان في المجمد، خرجوا تقريبا واحد 10 دقائق قبل باش غير يتطلق شويه باش يسهل يتطحن لكم، حيت هي واحد شويه في المولينكس. ها هو كما كتشوفوا صافي كما كتشوفوا. تنغطيه بواحد البلاستيك غذائي وتندخلو المجمد حتى يجمد. نفس العمليه غادي نديرو بها الفريز حتى هو. دابا غادي ناخذ هذاك الفريز بنفس الطريقه، غنضيف له واحد 4 المعالق ديال الحليب المركز او غير 3 مليح على حسب. ندير 3 وغادي نشوف على حسب الحلاوه، وغادي نطحن هاد المكونات هادي. تنحصلو على هاد الخليط كما كتشوفو، هو تيكون جامد شوية شي انو بالنسبة للحلاوة ديال الحليب المركز. كفاتني غير 3 ديال المعالق، جات الحلاوة هي هادي. وانتم على حسب الذوق ديالكم نفس العملية. ناخذ واحد البلاستيك الغذائي وتنغطيو وتندخلو المجمد حتى كيجمد. كتشوفوا ما طلبش لينا واحد الوقت كثير، يعني كيتوجد بسرعه. هذا هو الشكل النهائي ديال الكلاص ديالنا، قدمته على هذا الشكل. هذا كيجي رائع بمعنى الكلمه وصحي، واللي هو اهم حاجه، لانه غير من الفواكه زينتهم هنا بالكراميل. هذا الكراميل فايت لي حضرته، غادي تشوفوا الرابط اعلى الفيديو، وزينتو بهاد رقائق اللوز. ونقول لكم تختاروا اي تزيين بغيتو. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم.
الى عجبتكم هذه الوصفه هذه ديروا جيم لهذا لا فيديو، بارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش كذلك الاشتراك في القناه ووضع تعليقات ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.